الآن زيارة الكاظمي حقيقة هي ستضع النقاط على الحروف، كون أن العراق الآن مقبل أولا على مرحلة انتخابات تحدد مساره القادم من الناحية السياسية، ثانيا هناك للأسف يعني ضغط دولي أيضا بصراحة على الحكومة العراقية، كل يحاول أن يسحب العراق إلى جانبه ضد الجانب الآخر، وهذا الصراع واضح في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وخير دليل على ذلك زيارة الظريف إلى الكاظمي قبل ذهابه، كان مقرر أن يذهب إلى السعودية ولكن للمرض لم يتمكن، ومجيء قاني أيضا قبل يومين من سفر الكاظمي. هذه كلها تعطي رسائل نحن نتمنى